واللوحة الفيزيائية هذه عبارة عن مزيج من الألوان يصنع جمالا متميزا. هذا المزيج أن هذا النشاط أولا أقيم داخل مسجد، ثانيا بحضور السلطات الرسمية على رأسهم السيد رئيس الدائرة للنعيم التقييمي، ونجدد الشكر له على أن حضر بنفسه ليشهد هذا النشاط وهذا الاحتفال بأبنائنا، فله جزيل الشكر والامتنان. ثالثا جمال هذه البراعم الموجودة في ساحة مسجدنا وعمرته بهذا المظهر والمنظر البهيج، وإن أنسى فلا أنسى جمالية في هذه اللوحة الكسيسية الرائعة، وهي حضور الشيخ تذكر لي باسمي نبيل والباك البكالوريا طاهر الشيخ طاهر طاهر مسعود، على أول بكالوريا في بلدية لندرش سنة 1974، حاصل على أول بكالوريا في لندرش رغم سنة 1974 كان في عمري نصف الشهر ولا 70 كان عميل، وهو حاضر معنا ربي يجازيه بكل خير. هذا الجمال يقف الإنسان مشدوها، ليس له إلا أن يتفرج ويملأ به عينيه وقلبه، لكن مع ذلك احنا دائما سنتشوق ونحب نهضر. ارجو ان اختصر في الحديث، هذه الجماليه كلها تعود على واحد الكلمه. انا اول مره كي جيت للدرج نظن الشيخ ابراهيم سعيد اللي قال هذا الله اعلم ولا غيره، يقول احنا يكونوا من الدرج هذو هزينا بالهم في كذا منهم، قالوا من الاثار الخشبيه وين نروحوا نبدلوا معنا، بمعنى هذا الهبال زين. ها كي تروح بداية منه من يقول لك جمعية غير النشاط في جامع يحضروا تلاميذ من الجوائز، يدي ما دخلش الجمعية يدير النشاط تاعهم في المولد النبوي يدير في رمضان، بصح ولا جمعية تاع قراية في مدرسة وتدخل في جامع ويجيب رئيس الدائرة ويحضر ممثل من الولاية. هذه هي ولاد الدرج، ولاد الدرج مخدومة هكذا. ربي إن شاء الله يجازيكم بكل خير إن شاء الله. مسجدنا مفتوح لاخواننا اللي راهم ناشطين وحابين نشكو في سبيل الله عز وجل، ربي يجازيهم بكل خير ان شاء الله. وحاجه اخرى نحب ننبه ليها اللي هي الانفاق في وجوه الخير. اكيد اعضاء الجمعيه هذو من رئيسهم الى انه منهم هم يبذلون ما يستطيعون من جهدهم، من سواء جهدهم العقلي او البدني، لكن ما كان يتحركوا وهم مشهورون على هذا الجهد لولا وجود آيات سخية تعرف كيف تنفق لبناء الأجيال. لا ولفنا أن أغلبية يحبوا يصدقوا يمدوا يساهموا في الخير أو يتقبل منهم على كل حال، لكن يحب يساهم في الحاجات اللي يخوفوا يحب يساهم في الحاجات اللي تكتب له قدامه ويقول هذا اللي مليتها. هو دين اللي طلع انت ما بينش انا ما تطلعش، لكن المساهمه في بناء العقول هذه ما تتجابش ما يقدرش يشوفها المعنى، لكن هي اعظم مساهمه لانك تصنع بها الانسان وتوجه بها المجتمع وتثقف بها ابنائك، وهي عظيمه جدا عند الله سبحانه وتعالى، لان بناء الانسان اعظم واخطر واهم من بناء الجدران. فإذا هناك آيات سخية يعلمهم الله سبحانه وتعالى ساهموا بما ثروا من هذا العدد الهائل من الجوائز، ربي يتقبل منهم إن شاء الله أيضا ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وليدات نصارى وولاد نصارى اللي راهم رايحين يديروا الجوائز هذو ولا اللي راهم يخرجوا بهم لازم يعرفوا بلي هذه الجوائز احتفاء بهم وفرحة بهم من أجل ما يزيدوا يقراوا أكثر ويتعبوا أكثر ويمثلوا ولاد دراج خطر اخرى في المستقبل على انهم طاقات متمكنه وعارفه وتعرف جيدا. واسمحوا لي على الاطاره، جزاكم الله خيرا.